خوتي العزاز كي دايرين لاباس عليكم الله يجازيكم بخير. كيجيو عندي بزاف ديال الناس البيرو في الكونسلتين وكلهم عندهم واحد يعني رابط مشترك. هاد الناس هادو كيتيقوا في شركات اولا كيتيقوا في افراد باش يديروا ليهم الاعلانات او الاشهارات سواء في جوجل ادوردز سواء في فيسبوك ادز وفي الاخر كيتنصب عليهم. غير اليوم تاني واحد السيده حتى هي عندها واحد المشروع ونصبوا عليها شي شركه اخرى هنا كاينه في مراكش. على العموم الله يجازيكم بخير. هذه نصيحه لكاع الناس، راه ما يمكنش لك يا اخي اختي انك دير الاعلانات في فيسبوك ات اولا تدخل في شي شركه باش دير لك الغزال. هاني الله يحفظك الغزال، اسمحوا لي. الو الله يجازيكم بخير. ما تحاولوش انكم تدخلوا لهذا المجال شي فيسبوك ات جوجل ادور، خاصك تقراه واخا تكون ما غاديش تخدم به، خاصك تقراه اولا دير شي فورماسيون. راه كاينين دي سونتر دو فورماسيون اللي كيقريو هادشي، كاينين الناس اللي كيقريو هادشي. قرا فيسبوك ات وجوجل ادورد لما بديتي تنصب عليك، حيت انت راه ما تكونش عارف واش هذاك السيت ياكل لك رزقك ولا شنو كيدير بالضبط. ما تكونش عارف تسامون تبقى يدي لك فلوس كنت ما فاهمش اش كيدير. ولهذا الا كنتي قاري بعدا على الاقل كتفهم هذيك الشركه اللي غادي تخدم لك هذيك الخدمه واش كتنصب عليك ولا ما كتنصبش عليك، واش هذاك السيد اللي كيصاوب لك هذيك الخدمه واش تنصب عليك ولا ما تنصبش عليك. فلهذا الله يجازيكم بخير، ردوا البال هذه النقطه هذه. وراه راه المعلومه كاينه فابور في يوتيوب، سيروا غالي يوتيوب راه غادي تلقاو المعلومه كاينه فابور. سختو في عالم الاشهار، سختو في عالم الاشهار. في عالم الاشهار ما كتعرفش الفلوس كي كيمشيو، تيجيو بداو ينصبوا عليكم هاد النصابه هادو. فلهذا الله يجازيكم بخير، كما قلت لكم العلوم راه كاينه فابور في يوتيوب، دخلوا ليوتيوب شوفوا. راه كاين دير غير فيسبوك ات 2019 وشوف فيسبوك ات كيفاش كيتخدم. الا جاك داك الشيء ما فهمتيش بلونغري ولا بالفرونسي، شوف دي سونتر يشرحوا لك هذاك الشيء بالدارجه. وهذا الشيء اللي كاين. النقطه مهمه الله يجازيكم بخير الخوت، هي الاميه المعلوماتيه. راه دابا راه الاميه المعلوماتيه راه انسان كما كتقول ليه امي ما قاريش، راه حتى الا ما كنتيش كتعرف الاكسل والوورد والباوربوينت وتعرف شويه في الفوتوشوب وتعرف شويه في البرامج ديال الفيديو ايديتين، بحال باغ اكزومبل انك تكون كتعرف كيفاش مثلا غير كامتازيا كيفاش تلصق جوج فيديوهات. هاد الشيء راه الا ما كنتش كتعرفو راك تعتبر امي، وتكون على الاقل كتقن شي لغه برمجيه، تكون تعرف تكتبها على الاقل هي بيتون، تكون تعرف غير بيتون. الا ما كنتيش غادي تكون واحد الانسان امي. زيد على هاد القضيه هادي تكون تعرف فيسبوك ادز، تكون تعرف جوجل ادورد، ضروري هاد جوج الحوايج على الاقل هاد جوج الحوايج يكونوا عندك. الا ما كنتيش بغيت غتكون امي في الانترنت، خاصك كذلك باش ما تكونش امي في الانترنت خاصك تكون كتعرف شي حاجه سميتها سيرفر، شنو هو سيرفر، كيفاش كنصاوب ويبس، تكون تعرف شنو هو الدومين. هادشي ضروري الا ما كنتيش غادي تكون امي. تعرف الايميل، الايميلين، ايميل كيفاش تصيفط ايميل، كيفاش تقرا ايميل، تعرف شنو هو اس ام تي بي، كيفاش كنربطو. هادشي ضروري، هادشي راه تنقول لكم الخوت راه عادي جدا، راه باش ما تكونش امي. راه الا ما كنتيش كتعرف هادشي راه البازيك، يعني خاص في 2020 تكون تعرفو. اما لا 2020 وانت هادشي اللي كتسمعو كيجيك تقول هذا شنو هو هوست، شنو هو سيرفر، باقي كتصور. راه خويا سير خود الدروس والله، سير قرا خويا، راه 2020 ما تنساوش واحد القضيه اللي مهمه بزاف، انه دابا العصر الحديث، ماشي العصر الحديث مع كورونا، دابا مع الكوفيد 19 كاين تيقول لك كوفيد 19 لا كورونا، الا قلتيها كتبان امي، ما خصكش تقول كورونا، خصك تقول كوفيد 19 ولا كوفيد 19. اوكي سو راه مع لي سيركونستانس دابا ديال الكوفيد، راه الخوت كلشي ولا دابا تتلاح الاونلاين، وراه تتلاح الاونلاين وانت امي ما فاهمش راه مشكله. دابا راه كاين بزاف ديال الاساتذه ولا بغاو يديروا تيبغيو يقريو دابا اونلاين، الناس ديال البيع والشراء بغاو يبيعوا اونلاين، يعني الناس ولاو كيتلاحوا الاونلاين. ولكن راه الا كنتي غتلاح الاونلاين تلاح بالباص، بعدا تكون عارف اش كاين، ماشي كتلاح انت ما فاهم والو، ما تلاح ما فاهم والو تقعدوا نصبوا عليك الدراري الصغار بكل بساطه.